يجب على التلميذ في نهاية الدرس أن يتعرف أعداداً عشرية متكافئة. إذا كان مقام الكسر يساوي 10، إذن لديك أجزاء من 10. إذا كان مقام الكسر يساوي 100، إذن لديك أجزاء من 100. إذا كان مقام الكسر يساوي 1000، إذن لديك أجزاء من 1000. تعريف الأعداد العشرية المتكافئة. هي أعداد تدل على الكمية نفسها. تستطيع أن تستعمل نماذج الأعشار أو نماذج المئة لتعلم إذا كان العددان متكافئين أو لا. هل 0.2 و 0.20 يدلان على الكمية نفسها؟ إذن كيف تعلم أن العددين متكافئان من خلال النموذجين السابقين؟ 0.2 و 0.20 يدلان على الكمية نفسها، أي أن جزئين من 10 أو 20 جزءاً من 100 يدلان على الكمية نفسها، وبالتالي نستطيع أن نقول بأن 0.2 و 0.20 هما عددان عشريان متكافئان. أعزائي التلاميذ، لا تتغير قيمة العدد العشري إذا كتبت أصفاراً أو حذفت أصفاراً بعد آخر رقم بعد الفاصلة من جهة اليمين. مثالاً على ذلك 2.6، 2.60 و2.600 هي أعداد عشرية متكافئة، لأن 6 أجزاء من 10 تعادل 60 جزءا من 100 أو 600 جزء من 1. نتمنى أن تكونوا استفدتم واستمتعتم معنا. إلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.